لأنه كرمالنا ولد طفل جديد وهو الإله يلي قبل كل الدهور. ولد يسوع بالمكان والزمان المحددين وظهر على الأرض إنسان مثلنا. تجسد طفل وديع ورائع الجمال، مولود من امرأة، مولود تحت الشريعة حتى يفتدي لهن تحت الشريعة، حتى ننال نحن كمان بدورنا التبني. الميلاد نقطة رجوع لعند الله، الله اللي أرسل ابنه الوحيد تيخلص الإنسان بعد السقوط بالخطية، هالخطية اللي سببت له البعد عن وجه الحب والرحمة. صار الله إنسان تيتحد الإنسان بالله برباط الحب وبشخص ابنه يسوع عما نقيل الله معنا. ميلاد يسوع حدث تاريخي مهم، ولد بأيام القيصر الروماني أغسطس لما كان كيرنيوس والي على سوريا وهيرودس الكبير ملك على اليهودية. منشوف إنه مولد يسوع له علاقة عميقة مع التاريخ البشري. منه من الصدفة إنه يؤمر القيصر بإحصاء عام. بهالإطار التاريخي بيدخلنا لوقا بالإطار الجغرافي مطرح ما رح يتم الحدث. كان على يوسف إنه ياخد مريم خطيبته من الجليل ويطلعوا سوا على اليهودية بجنوب فلسطين على بيت لحم. بدل هالصعود الجغرافي بالوقت نفسه لإرادة إلهية سماوية بأنه يرفع الجنس البشري من الخطية. ومثل ما بتقول الليتورجية البيزنطية، لما إجا أوان حضورك على الأرض صار الاكتتاب الأول بالمسكونة كلها. بهالوقت قررت إنك تكتب أسماء البشر المؤمنين بمولدك. بعلمنا لوقا إنه بفترة خطوبة يوسف ومريم تحبل بنت الناصرة بالروح القدس، وبيرجع بقلنا إنه ولدت مريم ابنها البكر، وإنه على أثر هالولادة توافدت كل الملائكة وبشروا الرعاة بمولد ابن الله. هالرعاة كانوا عم يحرسوا بالليل مواشيهم، وفجأة ملك الرب وقف بيناتهم ومجد السماء شرق عليهم، فخافوا خوف عظيم. فقال لهم الملك: ما تخافوا، أنا عم بشركن بفرح عظيم بيكون للعالم كله، وولد لإلكن اليوم المخلص وهو المسيح الرب بمدينة داود، وهيدي علامة لإلكن، رح تلاقوا طفل ملفوف بالأقبطة وموضوع بمزود. وفجأة ظهر لإلن مع الملائكة كتير من جنود السماء عم بيسبحوا الله ويقولوا: المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر. أول مين تلقى خبر الميلاد كانوا رعاة، أفقر الفقراء، وهني أول مين استقبل البشرة السارة. أظهر الله نفسه لأشخاص فقراء بسيطين متواضعين وبعاد كل البعد عن أسرار الكتب والشريعة، لكنهم كانوا ناطرين المخلص. فالبشرة اللي أعلنها ملاك الرب هي للشعب كله، والمخلص إجا للرعاة ولكل مين بيشبههم من الوضعة والفقرة. أول مين تلقى البشارة كان أفقر الفقرة، رعاة ما عندهم يقدموا له شي بس يوصلوا لعنده، إيديهم فارغة بس قلوبهم مليانة من حبه ومن شوق انتظاره. وهيدي أجمل ما بيملك كل فقير بالروح بس غني بالله. وصلت البشارة للمسكونة كلها، ولكن قليل من الناس يلي قبلوا بفرح مشروع الخلاص تحتى ينالوا الخلاص. بيوهب الملاك كلامه للرعاة وبيقول: رح تلاقوا طفل ملفوف بالأقمطة ونايم بالمزود بهالمغارة الخالية من العظمة والمجد، ولد ابن الله بكل عظمته بأفقر المطارح تيرفعنا من فقرنا ويغنينا من تواضعه. هالطفل يلي وشح السما بالغيوم ولبس الملائكة نور الله هو الكائن قبل كل الدهور، وحامل للبشرية فيض الحب مع كونه الإله ولد فقير ما بيملك شي من روح العالم. هو المسيح الرب، الرعاة
ما بقيوا مندهشين تجاه صوت تهليل الملائكة، بل أسرعوا لرؤية وجه الحب المتجسد، فصاروا أول مين قبل البشارة مثل ما قبلتها مريم من قبل. والفرق إنه مريم كانت تحفظ كل هالأمور بقلبها وتتأمل فيها، إنما الرعاة جاهروا بالملأ بمجد الله وعظايمه. وهون بتتكامل ردة الفعل عند مريم مع ردة فعل الرعاة. نعم يا رب، نحن أفقر الفقراء، أغنينا اليوم بحضورك. الشكر إلك لأنك صرت بشر وعشت بوسطنا وتجسدت بقلب فقرنا وضعفنا وجروحاتنا تتشفينا وتلمس عمق حياتنا بحضورك وحبك. آمين.